مرحبا إزوين pour cette troisième vidéo du dimanche 14 avril 2024. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. حبيت نتكلم غير العادة اليوم على الرياضة. أنا الرياضة ما حبيتش كرة القدم ما حبيتش نتكلم عليها. صافي ان بون مومون باسكو شفت باللي الغالب عندنا في الفوتبول تاعنا ما يعني واش نقول لكم نورمالمون ما C'est-à-dire ça ne donne pas l'envie de voir des matchs ou de voir. Pourquoi? Parce que c'est du n'importe quoi. Samhouli, c'est du n'importe quoi. Tous les bars de Nes, ils ont dit que les riyadah, le football, les supporters, c'est-à-dire les mouchijin, ils ont cassé le crasse de la malade, ils ont fait un ضرب, ils ont cassé la sierra, ils ont cassé la mina. Ils ont dit que les gens qui ont fait la على هذا كرة القدم عندنا في الجزائر. السؤال اللي تطرح لي وعلاش العنف؟ إيه بيان علاه العنف؟ أنا العنف هذا نتاع كرة القدم نتاع لي سيبورتور ونتاع لي جوار اللي سو أغريسيف وعلى واش بوركوا باسكو لا سامبل ريزون سي كو لو نيفو إي تخي فابل. اسمحوا لي بهذه الكلمة هذه نقول لكم باللي لو نيفو تاعنا تاع الشامبيون تاعنا كسوا من الفوق للتحت سي النيفو تري فابل. ما كانش ديفيرونس ما بين الاول نتاع الشامبيون تاعنا نتاع الاول وما كانش ديفيرونس نتاع الاخر نتاع ديفيزيون انفيريور. ما كانش ديفيرونس ما بين اللعب نتاعهم ما بين لو نيفو نيفو فريمون يعني واش نقول لكم مدني حتى الناس اللي حاكمه اليوم الفوتبول الجزائري يعني
واش نقول لكم يا ولدي، اكثر من الناس اللي حاكمين هذو السياسه، اكثر منهم اكثر منهم. يعني رياضه تاع كره القدم اللي نورمالمون يحكموها الناس اللي عندهم مستوى عالي، الناس اللي يعرفوا كره القدم، اللي يمارسوا كره القدم، اللي داروا دي ستاج، اللي يعرفوا، جيب لي من هبه ودبر وحكم الفريق، احكم فريق باش يتعرفوا بالوالي، باش يتعرفوا بالمير، باش يتعرفوا بالرئيس، باش يتعرفوا من هنا. وعلى هذا الفوتبول تاعنا على كل حال، وحتى مش غير الفوتبول، حتى الهوندبول، حتى منا راهو رايح لا ديريف، اسمحوا لي بالكلمه هذه، راهو رايح لا ديريف. ما شوفوا نقول لكم حاجه يا رياضيين، غدوه لو كان الفريق الوطني تاعنا ما يتكاليفاش لا كوب دافريك وما يتكاليفاش لا كوب دي موند، ما يغيظكمش الحال، خلاص خلاص. الفرق نتاعنا راهي تري فابل اليوم، تهزوا باكزومبل الفريق نتاعنا كيما نقولوا حنا الاول، هذا المسيا الاول اللي زعما دوميني الشامبيونا ب 10 نقط ولا ب 20 نقطه ولا ما نعرف واش، قدام الترجي التونسي، قدام الفريق نتاعنا المغرب، قدام الفرق نتاع مصر كيما نقولوا حنا الاهلي ولا الزمالك، ما يقدروا يديروا والو، اسمحوا لي ما يقدروا يديروا والو، ضعاف 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 جدا، ضعاف جدا. من اللاعبين، اللاعبين تاعنا بعد ما كانش لاعبين، اسمحوا لي حنا نشوفوا في هذاك بلاي ليغ، وليت كنت نتفرج فيه بريمير ميتا، وليت دورت خلاص ما حبيتش نتفرج. علاش؟ على بالك واش هو السيرك؟ ما بقاش فوتبول، السيرك هذا بلاي ليغ هذا طفى، صدير طفى. علاش؟ ما بقالوش لاعب في الفوتبول باسكو اني با سيريو. النهار الاول كان جاب روحه راح لتونس، كيفو دي لا فيغيتي، كان يلعب في تونس، بلاي ليغ كان لو ميور جوار في تونس. من بعد كي ولا رجع للجزائر وزاد احترف شويه في منه من زد راح فيها خلاص. حنا كي راح ديجا شفناه كي راح لفرنسا، راح لعب مع اون ايكيب يعني مستوى مكان مكان. حنا قلنا كي راح لفرنسا دوك نعت الامكانيات نتاعو، بدات يزيد يافونسي، يزيد يافونسي. راح زاد خذاها خلاص، اعماها اعماها خلاص خلاص، دار مشاكل كبار، زاد انتقل لواحد الفريق اجاكسيو، هذا اجاكسيو هذا ما كملش معاه حتى لا سيزون، وين يروح يدير مشاكل، وين يروح دونك احنا مدينا اكزومبل برك مع السيد هذا، ما نعرفه ما يعرفني، ما نحب نتكلم واش نشوفه. كي تضل حاجه مليحه بيضه نقولوا بيضه، كي تضل كحله نقولوا كحله. بلايري كان يلعب في الشامبيونان تاع تونس، سيتي لو ميور. من نهار راح من تونس ولا راح لعب شويه في الخليج، مكان مكان يعني نص نص. راح لفرنسا يعني وين كنا، وين كان النيفو شويه عالي، اعماها اعماها. راح البرست هذه ما الناس كلك حسبوك راحت البرست هذه راح يولي بوتيتر يدير سيزون مليحه ومن بعد ينتقل يروح لباريس سان جيرمان ولا يروح منها. يعني خيب الظن في انا بعد خيب الظن. علاش شفتو في برست؟ قلت ان شاء الله بوتيتر من بعد يولي ينتقل للفريق اكثر من بريست، باسكو بريست اون ايكيب يعني متواضعه، يعني ماشي يعني فريق يعني كبير ولا كذا. مي قلنا هو عنده مستوى عالي، راح ينعت المهارات نتاعو ويروح كيما قال واحد ليزيكيب الكبار باكزومبل كيما مارساي ولا باريس سان جيرمان ولا ليزيكيب اللي يلعبوا على البوديوم. ما كان والو، ما كملش المات، ما كملش لا سيزون تاعو مع بريست، صبحوا مشاكل، صبح روح الجزائر ما رجع لهمش خلاص، صبح يطالبوا فيه باللي وكسر الحوايج، صبح منها هاي يزيد يغير الاجواء، راح لاجاكسيو، اجاكسيو حتى هو فريق صغير خلاص، ما كملش لا سيزون، صبح فيه مشاكل، صبح منها ولا دوكا رجع لهنا للجزائر، كارثه كارثه كارثه. التصرف نتاع يعني الناس ما عندهم حتى علاقه بالرياضه، هو نورمالمون كان يضربوها بثلاث سنين ولا اربعه، غير الماتش تاعو اللي داروا في سطيف ولي جاست نتاعو اللي دارهم، يعني جاست يعني مع يعني ما عنده لا اخلاق لا يعني باش يدير حوايج كيما هذو، سي با نورمال، اسمحوا لي بهالكلمه هذه. انا سيد ما عندي حتى علاقه معاه، ما نعرفه ما يعرفني، مي يفودغي بارلي لا فيغيتي. واحد كيما هذا مشي بلايلي لو كان يعني خرج راح دار حاجه اخرى خير له، باسكو الفوتبول ما بقالوش يلعب فوتبول غير تمسخير غير منا. قويت في البريمير ميتون، بريمير ميتون مع تلمسان، لقى الاربيتر مسكينه مرا هكاك وغششها وعطاتو كارتون جون، نورمالمون كان دوزيام كارتون جون يخرج 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 كيف اسمه يخرج كارتون روج نورمالمون يخرج، ولاو يسعفوا فيه ولاو عطاو له حتى ضربه جزاء وما كانش ضربه جزاء، ما يعني تبهديلات. انا نقول لكم يا ناس فوتبول تاع الجزائر راهو ميت، إلي مور. علاش؟ باسكو مستوى مدني، المسؤولين اللي حاكمين هذا الفرق
راه يكون فيها خلاص البيع نتاع لي ماتش، الخدمه نتاع لي ماتش قدام ربي وعباده، ما يتحركوش المسؤولين، ما كان والو، ريان دي تو ريان دي تو. تشوفوا غربك مولودية الجزائر كي لعبت مع فريق نتاع وقيلا شلف، يا ربي وقيلا يبان لي شلف، بريمير ميتون شلف رابحه 3-1 3-1 دوزيام ميتون يصبح يخرجوا الجول تاع الشلف يجيبوا جول واحد اخر، دوزيام ميتون تصبح سكور 6-3 يعني سلك سي دو سيرك. في واحد الماتش ثاني مع من عفوا نجيها لعبت ويتسوف، لعبت ويتسوف في وقيلة يا ربي في من عارف واش من بلاصه يا ربي برا من لعب ويتسوف ما عارفين لعبت، تسمحوا لي تشوفوا بن عكنون مش بن عكنون نو نو لعبوا في واحد البلاصه ليسونسيال ما على باليش من جهه لعبوا ويتسوف رابحه ما نعرف قداش 4 ولا 5 تصبح تصبح خاسره تصبح خاسره بسته ما نعرف قداش سما ما كانش يا جماعه ما كانش ما سمحوا لي سمحوا لي نقول لكم الحق يعني رانا بعاد 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 على المستوى نتاعنا اللي كنا بكري اللي كنا بكري في السبعينات وفي الثمانينات الحق يعني كانوا في رق يعني تشوف لمسيا وتشوف لمسيو وتشوف لاجيسكا لاجيسكا اللي كانت تجيب لي تروفي من 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 ادغال افريقيا يروحوا يجيبوا كاس افريقيا يلعبوها ليكستيريور يلعبوا في غانا وفي نيجيريا وفي من هنا ويجيبوا الكاس ويجيو يعني كانت الفوتبول كان حلو وكان نيفو عالي نيفو عالي عالي. ال 82 كي رحنا ليكيب كي راحت ليكيب راسيونال ال 82 سبحان الله شافوا الناس المستوى كيفاش شافوا الفرق نتاعنا كي النهد كي لمسيا كي لمسيو كي السياسي كي الموك كي لا 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 لي زيكيب كانوا فريمون عندهم يعني فريمون المستوى عالي كبير 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 كبير. دوكا صبحنا مستوى مدني وهذا المستوى هذا كيعد ضعيف خلاص واش ولاو رجعوها على البنيه وعلى القباحه وعلى الشريان تاع لي ماتش ولاو حتى المسؤولين تاعنا دخلوا في لا كومبين قال لك هي باسكو ام سي عندها بزاف عندها 120 الف متفرج ولا منها يخافوا يديروا لهم مشاكل عاونهم برك عاونهم يديوا لا كوب عاونهم يديوا الشامبيونا عاونهم يديوا يكونوا هما بالاخر بصح هذا ما يخرجش على الفوتبول تاع الجزائر. دوك تشوفوا وراكم تبعوا ان شاء الله كي نلعبوا مع الفرق الكبار مع باكزومبل الترجي التونسي ولا مع ليطوال تاع تونس ولا مع كيف اسمه الرجاء البيضاوي ولا مع الاهلي المصري ولا مع الاخرين تشوفوا كيفاش باللي المستوى تاعنا ضعيف ضعيف وما نجمو نديرو والو وما نجيبو حتى تروفي وما نجيبو ما نروحوش بعيد خلاص خلاص. حتى الفريق الوطني الفريق الوطني عندنا بزاف وانا قلنا لكم باللي راه ما بقاش فريق راهو تجيبوا شوفوا تنحيوا بالماضي تجيبوا كوفاكس نتاع لاجاكس امستردام اللي كي كان على ديدانو ما نديرو والو. بوركوا باسكو عندنا دي جوار ضعف عندنا اون ايكيب ضعيفه ليكيب ناسيونال يقول لي واحد احنا جبنا كوب دافريك اي معليش اخويا جبت كوب دافريك الحمد لله ساعدنا الحظ كنا في كي كان بالماضي جبنا واش يقولوا تروفي من 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 كيف اسمه من مصر بصح ماهوش يعني احنا تغلبنا على الفرق كل ملاحنا سامحوا لي ما لعبناش مع الكاميرون كنا لعبنا مع الكاميرون ما كناش نديو التروفي ما لعبناش مع مصر كنا لعبنا مع مصر ما كناش نديو لاكوب دافريك بالك بالك ليكيب اللي لعبنا معاها شويه والحظ كان معنا هي نيجيريا ربحناهم الدقيقه الاخرى يعني سمحوا لي يفول دير ماهوش يعني قال احنا رحنا جبناها بجداره غلبنا نيجيريا غلبنا الغانا غلبنا مصر غلبنا جنوب افريقيا غلبنا وجبنا لاكو الطرفي لا نو الطرفي نو 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 ما كاينش منها اون جوي ماتش وحيد اللي هو نشفع عليه في 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 مصر لعبنا مع نيجيريا هذاك هو الماتش اللي خلانا زعما بينا بلي رانا حتى مع السنغال السنغال لا فينال اخي شفتو كيفاش فينال يعني تبارك بيت تزهر كما قال واحد ومن بعد دوميناسيون تاع السنغال الاخر من بعد تقهقر الفريق صبحنا حتى بوركينا فاسو عينينا غلبوها موريتانيا اللي عمرها ما غلبت فريق غلبتنا موريتانيا يا ناس اللي عمرها ما غلبت حتى فريق غلبتنا وتاهلت في بلاصتنا كما بقى في هذا الشيء هذا ما بقى والو حنا حبينا نغطيو الشمس بالغربال كي تعمر لي انا يعني الصطاد 100000 متفرج مع لمسيه والنيفو اردواز نيفو زيرو ما كان ما كان جابوا لي اليوم واحد الاربيتر المراه مسكينه حتى هي تشف على عمرها والله غير بعيده على الاربيتراج يعني فريمون ما تنجمش تاربيتر حتى ليكيب كادات ما كانش يعني مستوى ضعيف على كل النواحي المستوى في الفوتبول نتاع الجزائر راح لو باسي كان عندنا فرق
حتى في الهوند، شوف لك الهوند اللي كنت تاع درواز اللي كنا نجيبوا في التروفي من برا ونربحوا لداخل، ما كانش واحد يقدر يقلب الفريق تاع الجزائر. اليوم الصباح كنا كنبقاو الدومي فينال يسمى رانا درنا حاجه مليحه، لا 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 سمحوا لي، ولكن بقاو لا فينال كيما هكا يسمى ما كان سمحوا لي، لازم يعد الهيكله، لازم يعاودوا يشوفوا كيفاه ينجموا يزيدوا يعاودوا يشوفوا من جديد الفرق، خاطرش هادو اليوم كاين ناس حاكمين الفرق يسيروا في الفرق ما عندهم حتى علاقه بالفوتبول، ما عندهم حتى علاقه في الفوتبول، جايين بالتليفون اليوم نصبوا في دي بريزيدون بالتليفون، نشفي عليها خطره داروا بريزيدون تاع لافاف مش هو الاولى، داروا اربعه ولا خمسه بالتليفونات ما كناش ترشحوا يا جماعه، ها هو اللي ترشح الوحيد اللي ترشح هو فلان، الباقي كامل واحد ما يتقبل الترشح نتاعو، يعني حط بريزيدون ذراع عليكم حبيتو ولا ما حبيتوش، خاطر جابوا لي واحد مسكين والله الفوتبول هذا اللي يفهم له خلاص، ما يفهمش الفوتبول، كي جا وجد لهم، قال لهم بدلوا التنو ديروا الاسامي بالعربيه، يا ولدي نعلو الشيطان، يا ولدي هكا تحبوا تطوروا كرة القدم. تحبوا تطوروا كرة القدم كي تحب دير لي انايا الاسامي تاع الجوار بالعربيه في الاخر، هيا خليونا من التمسخير نتاعكم يا ناس، خليونا من التمسخير نتاعكم، جابوا دوكا واحد تاع اير الجيري، مدير تاع اير الجيري، في عود يروح يجيب يشوف كيفاه يجيب لك مكان طيارات جدد، في عود يروح يشوف لي روتاغ هذو تاع لي زافيون كيفاه ديما لي روتاغ، ديما الطيارات يروحوا فارغين، ديما من هنا يجي يقول لهم اي ابدا باش يدير قال لهم نديروا الوثائق نتاعنا بالعربيه دونك هاد الناس هادو سي دي جون باراشوتي سي دي جون عندهم لي كونيسونس عندهم المعرفات بن عميش كما نقولوا حنا حط هذا حط هذا حط هذا حط هذا وهذه ما تخرجش علينا خلاص خلاص سي نورمال الناس كلهم ولاو يضحكوا علينا ما عندنا مستوى ما عندنا والو عندنا تمسخيرات راكم تشوفوا خطرا كي قلت لكم كي لعبنا مع الكاميرون ما نجملاش نتكاليفيو لا كوب دي موند لعبنا هنا في الجزائر ليكيب تاع الكاميرون تغلبنا زوج بواحد ولاو يهضروا لي كي العزايز لاربيتر حال علينا ورانا رايحين لا فيفا وماتش على جوي وما يحكيوا لكم حكايات نتاع 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 جحا نتاع جحا وكي نتكلموا حنا نتكلموا بالقوانين الوقت هذاك وقلنا لكم يا ولدي ما كاينش ماتش على جوي والله يا لو كان يكون لاربيتر حال 55 مليون حيله ما كانش قانون يقول لك بلي كي ضال يحل الاربيتر الماتش الرجوي الماتش الرجوي وقتاش كي ضال قلناها لك النهار الاول كي ضال اون ايغور تكنيك اون فون تكنيك باغزومبل الكاميرون لعبوا في 12 هذاك وي يشوفوا يحسبوا قال لعبتوا في 12 ماتش الرجوي كان سيف لافان ربع ساعه قبل لافان ما على باليش انا هذو هما اللي يكونوا فيهم ماتش رجوي ولا ماتش بيردي باش تربحوا الكاميرون يقدروا يخسروا الماتش وقتاش يخسروا الماتش كي لعبوا جوار سيسبوندي هذو القانون يقول بصح قانون ما كانش قانون يقول باللي لاربيتر كيحيل راهو ماتش رجوي ما كانش القانون هذا تحبوا ديروه نتوما قانون جديد هذا وراحوا الاخرين هزوا لي بوندرول وراحوا قدام لا فيفا وبداو يشطحوا قدام لا فيفا اولدي روحوا تربحوا على رواحكم تبيعوا اللفت على رواحكم يا راجل حمال هيك شي النيفو هذا وبداو يجي اسمعوا قالهم تبونا والله ماتش ارجوي ولا نغلق عليكم البترول واش ضحكت انا الوقت هذاك واش ضحكت يا خاوتي والله واش ضحكت والناس مساكن الجزائريين مساكن الدواعش يتبعوا في هذ الناس هذو مساكن نيفو اردواز وهما يتمسخروا بهم رانا رايحين لزوريخ والله ما نروحوها من زوريخ والله ما نروحوها من قدام لا فيفا حتى نجيبوا الماتش الجوي يا ولدي عيب عليكم يا ولدي انتم في غلطكم ولا واش بكم هذا تو كما صرات كما شفتوا انتم رحم والديكم كش ما انتم شفتوا في العالم ها دوكا قداش دوكا وحنا رانا كش ما شفتوا دوله في العالم راحت قدام لا فيفا بالدرابو كما قال واحد تما قدام لا فيفا قال عاودوا لنا الماتش كما صرات هذه يتمسخروا بكم وانتم تتبعوا وراو شنقريحه قال لهم والله يضحكوا والله يضحكوا والله على كل حال راني عاود اليوم الناس يطلبوا مني باش نتكلم على الرياضه راهي في النزعات غرقا راهي في النزعات غرقا كي هي كي لا بوليتيك ما عندناش فريق ما عندنا كره قدم
ما عندنا كرة، عندنا إلا التبزنيس، عندنا إلا مستوى ضعيف جدا من الأول نتاع كما قال واحد الأخر، رانا ما نسوى والو. سمحوا لي قدام الفرق منا ومنا، حتى كي نربحوا نربحوا طول بالك الفرق هذوك يكونوا ضعاف، ولا نربحوا بالزهر باش نغلبوا حنايا الترجي التونسي، ولا باش نغلبوا ليزيكيب ماروكان، ولا باش نغلبوا الافارقة نتاع نيجيريا، ولا او غير ما كانش منها، ولا مع مصر نغلبوا باكزومبل الاهلي ولا الزمالك ولا من هنا، غير حطوا عند ريسانكم ورقدوا، راهو ما عندناش الفوم. نستعرفوا نستعرفوا باللي رانا طحنا في لو في لو با، خلاص كما قلت لكم هذوك النهارات رانا طحنا في لو با. تعرفوا شو لو با؟ رانا في الاسفل ومازلنا نحفروا باش نزيدوا نهبطوا لتحت. الفو لو ديغ الا غالب، لازم نبداو من جديد، لازم نعاودوا اعاده الهيكله، نجيبوا الناس تاع الفوتبول، الناس اللي يحكموا يعرفوا الفوتبول نجيبوهم. تبزنيس هذا ما ياكلش، ورانا لو كان نبقاو كيما هكا نمشي ونحدروا نمشي ونحدروا. انا كي تشوف لي اليوم يرحم والديك، تشوف لي اليوم ستاد تاع 5 جويي يلمع والسيبورتر وكذا ومنا والنيفو زيرو. واش انت لي سيبورتر هما راح يماركيو لك لي بوت، لي سيبورتر هما راح يجيبوا لك ايوا لي زيكيب اللي عندهم لي زيكيب صح صحاح وعندهم لي جوار وعندهم نيفو تكنيك عالي، روح لعبهم في 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 في, في ستاد نتاع المنزح ولا ولا وين تلعبهم، بيكون ستاد ارشي كوم ضدهم يربحوا. علاش؟ باسكو عندهم فريق قوي. مي كي طال فريق كيما تاع المولوديه تاع الجزائر هذا، فريق مسكين يشفوا يشفوا والله العظيم، غير يشفوا والله ما كان والو. وجيت تجيب لي انت 80000 متفرج ومن بعد و 80 متفرج هما اللي راح يماركيو لي بوت، ما كان والو سي خرطي في خرطي. الي ما نطولش عليكم، نقول لكم قيم دين هنا ان شاء الله من بعد بوتاتر اذا كان حاجه جديده بوتاتر نرجعوا، اذا ما كانش نقول لكم تصبحوا على خير. قيم دين هنا دوما ان شاء الله.